أهلا من جديد. لم يفق من صدمة وفاة زوجته ليكتشف خيانتها. هذا حال سامي، الشخصية التي يلعبها الفنان اللبناني باسم مغنية في المسلسل السوري اللبناني تانجو. أداء باسم لفت الأنظار إليه في حالة الاكتئاب التي يعيشها، فضلا عن الشك الذي يعيش حول أبوته لابنه، وصولا إلى بوادر حب بينه وبين لينا التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة دانا مارديني. كل هذا كان وراء التركيز على أدائه في رمضان وحصوله على إشادات واسعة. تانجو دراما اجتماعية رومانسية لا تخلو من الإثارة والتشويق، من بطولة باسم مغنية وباسل خياط ودانيلا رحمة. فرح، دورت عليها بكل المطارح وتليفونها كان مسكر. خانتني اختك، خانتني. الانسان في يغفر لاي شيء بهالدنيا الا للخيانه. انا اول واحد حملته لهيدا الولد، اول واحد حممته ولبسته وطعميته وسهرت عليه لما كان يمرض. أنا أول واحد حلمت بمستقبله، حلمت سوي له حياة أحسن من الحياة اللي أنا عشتها، واللي بيجرب يمد إيده عليه أو يجرب ياخده مني أنا رح أقتله. ولتفاصيل أكثر عن حضوره في الموسم الدرامي ينضم إلينا من بيروت الفنان باسم مغنية. أهلا فيك معنا يا باسم. يعني العمل مليان دراما، أنت شخصيتك تحديدا بتمر بالكثير من المشاعر، كيف تعاملت مع التغيرات في الشخصية؟ أول شيء مساء الخير ورمضان كريم لكل المشاهدين التلفزيون العربية، وإن شاء الله بيكون رمضان خير على كل الوطن العربي. كيف تعاملت مع الشخصية؟ أنا طبعا عادة بكل عمل أنا بقوم فيه بقرأ الشخصية بطريقة كتير مكثفة، وفي تواصل بيني وبين كاتب العمل ومخرج العمل، بس لنقدر نوصل لأحلى يعني أحلى مكان نقدر نكون فيه. لذلك بتعاطى مع الشخصية طبعا من خلال الباكجراوند تبعي، قديش أنا مرق بحياتي شخصيات وتفاصيل، بحاول أنه تكون مختلفة عنهم واستفيد من كل شيء عملته من قبل. هل تعلمت التانجو تحديدا لهذا المسلسل؟ لا، إذا بدك ما تعلمت التانجو كرقص، تعلمت رقصة واحدة من التانجو أنا أي للمشهد، بس لكن للمشهد تعلمت. كان في أكيد بطل لبنان بالرقص إذا بدك اللي علمني أستاذ رائد، وبمساعدة دانيلا رحمي. دانيلا لأنه بعتبرها أنا راقصة محترفة وساعدتني كتير لنقدر نعمل رقصة مهضومة وحلوة. طبعا بينت مني كتير بروفيسيونال، بس كانت الرقصة منيحة. طيب احنا امس، يعني بما انك ذكرت دانيلا رحمة، امس هي كانت ضيفتنا. طبعا هي في المسلسل بتلعب دور زوجتك اللي يعني بتكون خانة الشخصية اللي بتمثلها انت في المسلسل. دانيلا قالت انها هي بتتعاطف مع دورها، بتتعاطف مع المرأة اللي خانت. انت كباسم مغنية لو طلعت للقصة من برا هتتعاطف مع مين؟ ابدا ما بتعاطف مع المرأة اللي خانت، ولا حتى مع الرجل اللي بيخون. الخيانة بحد ذاتها كلمة، ولا ممكن تكون بالحياة كلمة إيجابية، كلمة سلبية. بتعاطف إذا بدك مع وحدة المجتمع ظلمها وراح تشتغلت إذا بدك بالدعارة، بتعاطف معها يمكن لأنه الظروف خليتها توصل لهون وما قدرت تقاوم مشاكل المجتمع واللي حواليها. لكن لا، يعني لا، ما بتعاطف مع وحدة بتخون زوجها، لأنه لما بدها توقع الخيانة بين الزوجين لازم يكون في انفصال. ليش بدها تصير في خيانة؟ ليش بدها تبقى معه؟ فيها تنفصل وتعمل حياتها اللي بدها إياه، فيها تقول له بطلت حبك أنا في أو حتى بالعكس، يعني الرجل نفس الشيء أنا برأيي. فأنا لا أتعاطف مع امرأة تخون أو رجل يخون.
أثناء التصوير يا باسم، يعني الآن نحن بنشوف المسلسل في خطين متوازيين ماشيين، في قصتك مع دانيال رحمالي هي زوجتك، وفي قصة اللي هو أنتوا بتلعبوا على الماضي وعلى الآن، وفي قصتك الآن مع دانا مرديني بعد ما بتحصل كل الخيانات والأشياء هذه كلها. طبعا يعني صعب أني أشرح المسلسل، لازم المشاهدين يشوفوه لأنه في كثير تشويق في المسلسل. هذه لما أنت كنت بتصور، هل كان صعب هذا الموضوع؟ ما بين الماضي والحاضر قصدك؟ أيوة، أنه يعني أنت ماشي على خطين مختلفين مع شخصيات اثنين مختلفين، كل واحدة عندها مشاعر مختلفة. أكيد يعني بالنسبة لي ما كان فيها كتير صعوبة، لأنه قلت لك أنا عندي مخزون 23 سنة حاولت استخدمه بهذا الدور. شخصية الماضي بتشبه شخصية الحاضر، لكن الأحاسيس تختلف. يعني بالماضي كان يمكن أروق، كان عايش مع زوجته بسعادة، في بعض المشاكل عم تصير بالبيت بس ما بيعرف أنه هو عم ينخان. وعلاقته ب ب ب بدانا مرديني اللي هي زوجة صديقه هي علاقة صداقة، ما كانت علاقة حب، يعني ما كان عم بيخون زوجته هو. أي. كانوا هني أربعة أصحاب مع بعض، بيظهروا مع بعض، بيروحوا مع بعض وبيعملوا هالتفاصيل كلها. لكن الحاضر هو لما اكتشف إنه زوجته عم بتخونه، واكتشف إنه أعز صديق له اللي هو عامر كمان عم بيخونه مع زوجته، هون كمان الأحاسيس تغيرت، لكن شخصية ذاتها ما تغيرت الشخصية. الأحاسيس تغيرت وصار في تعاطي أكبر مع شخصية زوجة عامر اللي هي كمان مخدوعة مثل سامي اللي عم يلعب أنا شخصيته. أي. صار في تعاطي أكتر لأنه المصيبة تجمعهم، تجمعهما نحكي بفصحى يعني. لذلك أنا بعتبر أنه المصيبة اللي جمعتهم مع بعض والمشاكل اللي جمعتهم مع بعض خليتهم يتقربوا من بعض. فكان عندي بالماضي مشاهد حلوة أنا ودانا، أنا ودانييلا، وكان بالحاضر كان عندي مشاهد أنا ودانا مختلفة تماما عن أحداث أول الماضي. بس سريعا، هل التوليفة السورية اللبنانية في الأعمال الدرامية هي الأنجح اليوم نقدر نقول؟ أنا برأيي ما في توليفة اسمها سورية لبنانية أو مصرية لبنانية أو لبنانية 100% أو توليفة صح. الصح هو أنك تعملي عمل صح بغض النظر شو في عناصر. يعني إذا فيها توليفة سورية لبنانية والشخصيات منهم متجانسين مع بعض ومسقطين بقلب العمل خطأ، يعني بالمكان الخطأ أنه بس لنعمل عمل عربي، بتكون هذه بعتبرها توليفة ساقطة. لكن إذا كانت بالمكان المناسب ومقنعة والناس اقتنعوا بهول الشخصيات بتكون توليفة صح. ما في شيء اسمه صح أو خطأ. دراما فيها تكون صح ونظيفة وفيها ما تكون نظيفة وصح لو شو ما كان شكلها. طيب جميل جدا، نحن بنشكرك اليوم على وجودك معنا وبنتمنى لك التوفيق. طبعا تانجو واحد من أبرز الأعمال الرمضانية وفي كثير حديث عنه. كان معنا من بيروت الفنان باسم مغنية، شكرا لك.